la 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 la. شو 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 جئناكم أيام العطلة ندعوكم في جمعتنا نمرح ونلهو نتسلى فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو معكم أنتم أحبتنا. أوه شو 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 لا 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 فقرات وإشعارات فبها سوف نمتعكم ألغاز وحكايات وهدايا تفرحكم ولنا لكم مفاجأة تعالوا نخشب سرها معكم. هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو 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 هو هو عمو يا زيد شو هو عمو يا زيد شو هو عمو يا زيد شو 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 هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغاز والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل لا 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 لا
باللي لمعانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظلي لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. مساء الخير، مساء الخير. عمو يزيد سعيد جدا 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 لراه معكم اليوم هنا في هذه المناسبة السعيدة. على بالكم يا أحبائي، شهر ديسمبر مليء مليء بالمناسبات، وحنا اخترنا لما تكلمنا أننا ندير هذا الحفل مع شركة شيبس مهبول والقائمين على شركة شيبس مهبول، خفنا قلنا بلاك هذاك النهار تحشتا. ولكن راكم تشوفوا يا أحبائي، دائما كل شيء يتعلق بالبراءة ويتعلق بالأطفال يكون فيه ربي سبحانه دائما 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 يبارك فيه. أكون فرحانين لكم هنا اليوم. إذن أعطوني تحية كبيرة لشركة شيبس مهبول، شريك عمو يزيد. شكرا شكرا شكرا. على بالكم أحبائي، برامج الأطفال هذه وكامل لازم الناس تدعمها، لازم الناس توقف فيها. إذن وقوف شركة شيبس مهبول جنب عمو يزيد مهم جدا لاستمرارية هذا العمل. واش رأيكم أحبائي؟ رانا قريب العطلة، ولكن تحبوا تقراوا؟ تحبوا الدراسة؟ عمو يزيد دالكم أغنية تتغنى بوسيلة، وسيلة نقراو بها ومهمة جدا، هي القلم. قلمي أي صفحة؟ قلمي قلمي أي صفحة؟ أربعة، صفحة أربعة. قلمي اللي عندهم الكتب كامل تغنوا معنا قلمي. عمو يزيد واش يقول في أغنية قلمي؟ يقول فيها قلمي أرواحي تعالي تعالي الشطرة، قولي لنا. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. برافو، فالعلم رهين بك قلمي. إذن تغنوا كامل معايا. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، إنما الأمم ترقى العلم، بالعلم ترقى الأمم يا أحبائي. إذن تغنوا كامل معايا. قلمي قلمي يلا. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، كل علم دونه وروى تاريخ
والقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله. سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله. سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. شكرا 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 شكرا. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي قلمي. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. برافو 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 أحبائي أحبائي. القلم وسيلة مهمة جدا. عمو يزيد يحب دراري اللي يقراو مليح. كاين سؤال، السؤال تاع اليوم، اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم 20 نوفمبر، يا أخي تفقين، 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل، سي لا جورني انترناسيونال دي دووا دو لونفون، ولكن كاين حاجة، في 20 نوفمبر 1989 الأمم المتحدة تبنات ميثاق حقوق الطفل يا أخي. ولكن بعد هذا واش يوقع؟ الدول لازمها تصادق على هذا الميثاق. دونك لي زيتا دوفي راتيفيي سيت شارت دي دووا دو لونفون. وقتاش الجزائر مضات وصادقت على ميثاق حقوق الطفل؟ كونت اسكو لالجيري ا راتيفيي لا شارت دي دووا دو لونفون؟ راح نسهل عليكم نسهل عليكم بزاف. في هذا الشهر اللي رانا فيه وفي هذه الايام القلائل هذو اللي دايرين بالتاريخ تاع اليوم برك ماشي بعيد ماشي بعيد كاع. شوفوا الشاطره هذه واسمك بنتي. شوفوا الشاطره هذه واسمك بضيف. اسراء. اسراء واش مسنه تقراي اسراء؟ خمسة. خمسة شاطره في الدراسه. شحال جبتي معدل؟ 86. برافو برافو بنتي برافو. وركي لابسه كي العروسه. الله يبارك الله يبارك بنتي ربي يحفظك ان شاء الله. وقتاش صادقت الجزائر على ميثاق حقوق الطفل؟ 11 واش ديسمبر. ماشي 11 ديسمبر ما كاينش بعيده ولكن ماشي 11 ديسمبر. شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش؟ راح نسهل عليكم اعطوني التاريخ فقط لانه السؤال السنه كذلك ولكن السنه يقولها عمو يزيد. يلا شكون؟ شوف الشاطره هذه واسمك؟ عريبي وردة. وردة شحال في عمرك وردة؟ 11. 11 يوم؟ 11. 11 شهر؟ 11 سمانة؟ 11 وجن؟ 11 سنة. 11 سنة عم بالي 11 شهر. الله يبارك. شاطرة في الدراسة بنتي؟ شاطرة ولا لا؟ شاطرة. شاطرة بزاف؟ ايه. الله يبارك. وقتاش صادقت الجزائر على ميثاق حقوق الطفل؟ 20 ديسمبر. لا 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 ماشي 20 ديسمبر ما كيش بعيدة. نشوفوا شوية في الخلف. تعرف انت شو اللي يعرف؟ شوف الشاطر هذا واسمك وليدي.
سيف الدين. واسمك؟ سيف الدين. سيف الدين الله يبارك. شحال في عمرك سيف الدين؟ 10. وقتاش صادقت الجزائر على ميت اخوك الطفل؟ 1 جوان. لا 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 لا، 1 جوان هو عيد الطفوله. شكون اللي يقدر؟ العروسه تعرف هذه؟ شوفوا لنا العروسه هذه. واسمك بنتي؟ لارجان يسرى هبة الرحمن. اسمك طويل، وحنا كيفاش حنشفاو عليها دركا؟ كش واحد شفا على اسمها؟ طويل. كي قولي لنا انت كيفاش تحبي حنا نزقولك كيفاش؟ واسمك؟ هبة. هبة، هبة سهلة. شفيتوا عليها خلاص؟ برافو بنتي، برافو برافو. معليش حنا نقولك هبة الرحمن. يا أخي الله يبارك بنتي، عروسة عروسة. واش راكي لابسة؟ سوق هراس. راكي لابسة سوق هراس؟ سوق هراس تلبس؟ قول سوق هراس تلبس؟ قولي لي أني لابسة لباس سوق هراسي. واش راكي لابسة؟ لباس سوق هراسي. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذا بنتي وقتاش صادقت الجزائر على ميثاق حقوق الطفل؟ 9. 9 واشن؟ ديسمبر. ماشي 9 ديسمبر. ماشي 9 ديسمبر. لا 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 أحبائي، أحبائي على بالكم، على بالكم باللي كاين حاجة مهمة جدا جدا جدا. مسؤوليتنا احنا أننا نعرفوا التواريخ تاعنا. كامل تعرفوا الأول جوان، تعرفوا 20 نوفمبر، وما تعرفوش وقتاش الجزائر صادقت على الميثاق اللي يحمي حقوقكم يا أطفال. معليش شوفوا، فكروا فكروا في السؤال، وعمو يزيد راح يغني لكم أغنية جاءت العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. تعالي. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. يلا بذلنا جهدا ودرسنا، وبعد الأغنيات جاوبوني على السؤال. يلا أعطيتكم مهلة للتفكير. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. لا
أمضيه لهوى اللعبة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين. جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة. وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا شكرا شكرا. عرفتوا الجواب سير؟ الجواب هذا لازم يقوله لنا واحد شاطر شاطر شاطر. شوف شوف الشاطرة هذه، هذيك الشاطرة، هذيك باينة شاطرة. واسمك بنتي؟ مداني أمل. أمل، الله يبارك أمل. شحال في عمرك أمل؟ 12. وقتاش صادقت الجزائر على ميثاق حقوق الطفل؟ 18 ديسمبر. وقتاش؟ 18 ديسمبر. لا لا ما هوش 18، كون كان 18 كنت نقول لكم اليوم، قلت لكم في هذه الفترة هذه مش بعيدة على 18. يلا جواب ثاني. شوفي الشاطرة هذه، واسمك؟ ملاك. ملاك، شحال في عمرك ملاك؟ 10 سنين. 10 سنين، الله يبارك بنتي. وقتاش صادقت الجزائر؟ 15 ديسمبر. شحال؟ 15 ديسمبر. 15. سؤال جاكم صعيب إلى هذه الدرجة؟ سؤال صعب إلى هذه الدرجة زعما؟ شوفي الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ مخلوفي شيماء. شيماء، شحال في عمرك شيماء؟ 12 سنة. 12 سنة. قولي لنا وقتاش؟ 19 ديسمبر. وقتاش؟ 19. 19 ديسمبر، تعالي، تعالي بنتي، يلا أروحي. جيبوا لنا شيماء 19 ديسمبر يا أحبائي. ولكن السؤال كنت راح نصعب عليكم نقول لكم في أي سنة. تعرفي السنة وقتاش؟ لا لا قلت خلاص 19 ديسمبر يا أحبائي. شفاوا على هذا التاريخ، هو التاريخ اللي الجزائر مضات فيه وصدقت على ميثاق حقوق الطفل. 19 ديسمبر سي لا دات والجيري ا راتيفي لا شارت دي دووا دو لانفون. ومن هذاك اليوم بداو في التطبيق نتاع هذا الميثاق اللي ما راحش نصعب عليكم، ولكن التطبيق تاعو بدا في السنه المواليه في يوم معين. هذا راح يكون سؤال اللي جاي. والجزائر مضات هذا الميثاق في 19 ديسمبر 1992. شفوا عليه. وراي شيماء، تعالي بنتي، شاطره في الدراسه؟ شويه. قالت لي شويه. كيفاش شويه هذه عندكم هذه المره سقسيت واحد الطفله في الغواط، قلت لها تقراي مليح؟ قالت لي كنت نقرا مليح، بصح هذا العام جابوا لنا شيخه مزيره مانيش نقرا مليح. جابوكم شيخه مزيره؟ لا لا ملا الخطا راهو عندك ماشي عند المعلم. معليش بنتي، تعالي. شحال جبتي معدل؟ 13 وشويه. لا لا 13 مليح، 13 مليح 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 بنتي، 13 ماشي شويه. ولكن المره الجايه كي نجي لهنا وتعاودي تطلعي تقولي لي معدل اخر ليكون احسن، ولكن 13 مليح بنتي يا اخي. إذن الجزائر صدقت على ميثاق حقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992. اعطيني الهدية تاعها. إذن شيماء شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو، تقدري تبقاي معنا، تقدري تقعدي معنا، ديروا لها بلاصة شابة لهيك، ديروا لها مكان. أيوا ديروا لها مكان جميل. إذن أحبائي 19 ديسمبر 1992 كان تاريخ المصادقة على ميثاق حقوق الطفل. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي لم أقم ستعاقبني بأشد العقاب. يلا نغنوا هذه الأغنية باش نروحوا للتكريمات تاع الأطفال النجباء اللي عندهم معدلات عالية. يلا ويلتي، بصح تغنوا كامل معايا. ويلتي يا ويلتي، يلا كي حفظتها يلا معايا كامل كامل. لا ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلتي
بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب شكرا 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 برافو 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 من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي برافو أمي وأبي أحبائي طاعة الوالدين طاعة الوالدين ها نغنو أغنية على الوالدين معلش نبدأ بالتكريمات أحبائي اليوم عندنا أطفال راح نكرموا الأطفال اللي عندهم نتائج جميلة إذن شركة شيبس مهبول وعمو يزيد حبوا اليوم يكرموا هاد الأطفال لأنه الدراسة مهمة جدا العلم نور والجهل اطلبوا العلم ولو في اطلبوا العلم من المهدي إلى إلى اللحدي أحبائي طلبوا العلم طلبوا العلم طلبوا العلم ولكن على بالكم لي طلبوا العلم مش سهل لازم الاجتهاد يا أخي يلا نبدأ بمدرسة بالعزوق إبراهيم أرجعوا شوية باش يديروا لهم مكان لأصدقائنا إذن منصف معبد وراه معبد تعالى ملك معبد يا أخي ملك نجاري تعالي هبة الرحمن العيناني تعالي عصام حجو تعالى وقفوهم هنا كامل وين لحقنا عصام حجو راه هنا يوسف سليم أيت قاسي وين راه تعال 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 يوسف سليم أيت قاسي محمد لامين فرحي عبد الرحيم بن فطوم ومن بعد مدرسة شيماء محمد أبو عبد الإله كوثر شرقي
نادين هندل، العزازي نور الهدى، بودلمي خديجة، ويحيى ابتسام. تعالوا تعالوا تعالوا. ومن بعد كاين مدرسة بن عتو، وكما عماد الدين، يلا قدوس روان حورية، هواري أروى، موشن لميا، تيشودان أيوب، عبدلي مريم، وبوعزي إيناس. تعالوا تعالوا تعالوا، وقفوا هنا كامل. يلا شاطرين توما، طلعوا كامل خلاص. يلا أوكي، كاين مدرسة ما عيط لهمش نسيتهم. معليش، مدرسة بوعلام عربي يا أخي، مدرسة تاعكم. ما إذن مسلكة حسام الدين، قسمي فريال، صغير رحيل، عربي نجاة، الغويني هاجر، ومن بعد مدرسة الإخوة ثليجان. راكم هنا راكم هنا خلاص. إذن شوشات غفران، فضيلي أفنان، سارة بوعنيق، ناشي راديا، عثمان تنسيم، مسبوك عبلة. وين راهم؟ تعالوا اقعد هنا. تعالي بنتي اروحي، واش كنتي حابه تقولي لنا؟ شوفوا العروسه هذه واش قالت لي مقبله. عمو يزيد حساس لهاد. واسمك بنتي؟ سلسابيل. واش حبيتي تقولي لي قبيله؟ كان حلمي ملي كنت صغيره نشوفك. الله يبارك بنتي، الله يبارك بنتي. شكرا شكرا شكرا. والله عمو يزيد ما تقدروش تصوروا شحال يحبكم يا احبائي الاطفال. تحبوني انتما تاني؟ ماما انا نحبكم بزاف بزاف بزاف، ولكن بشرط تبقوا عاقلين، تقراوا مليح، وتطيعوا والديكم يا اخي. اذا اعطونا الهدايا تاع الشاطرين هادو. فوالا تفضلي بنتي، يلا تفضلي اعطوا لهم. زيد اعطي لي، يلا تفضلي بنتي، يلا زيد اعطي لي هديه. تفضلي بنتي ورم الهدايا، يلا هاكي. احنا ما علينا الا البلاغ، احنا نوصلوا برك، احنا البوستا، احنا هما اللي يديروا القائمه، هما اللي يعرفوا الاطفال اللي يقراوا مليح. شركه شيبس مهبول تحضر الهدايا، وعمو يزيد البوستا يوصل الامانه لاهلها. هذا ما كان مانيش مسؤولين عليها، ولكن لازم لازم يا اطفال، احنا الهدف تاعنا من هذه التكريمات انه الاطفال اللي تعثروا شويه في الدراسه انهم المره الجايه يجيبوا معدلات احسن. هذا ما كان، ونعاودوا نجيبوهم ونعاودوا نكرموهم، اعطوهم الهدايا تاعهم. يلا 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 اعطوهم الهدايا. لازم فهمت باش تكون عندك وحده، واش لازم المره الجايه كي نجي لازم تكون في القائمه هذه، دونك لازم تقراو مليح يا احبائي. يلا اعطيهم الهدايا تاعهم. هاكي بنتي، هاكي وليدي، دور هكذا، دور دور فوالا. زيد اعطي لهم. هاكي بنتي اقعد في مكانك، اقعد في مكانك، دوك تجيك الهديه تاعك. شكون اللي مازال؟ خلاص مازال عروسة هنا، عطوا لها. يلا شكون اللي مازال هنا؟ اعطي لهم الهدايا منا. يلا هاكي بنتي، هاكي وليدي، هاكي بنتي. يلا 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 اعطوا لهم الهدايا. تفضلي تفضلي. شكون اللي مازال؟ خلاص 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 خلاص. يلا
وشوفوا اذا كان زوج زوج. مازال اوكي، يلا اعطونا هديتين يلا. معليش معليش معليش. معليش يلا يلا يلا. فوالا. إذن أحبائي، نعم، وش بدي؟ لاباس؟ وعجبك الحال لك هنا؟ أيا مرحبا بك. إذن أحبائي أعطونا تحية على الأطفال المتفوقين من فضلكم، وأعطونا الأولوي لينسى على أولادنا. إذن إحنا ماذا بينا أولادنا يكبروا، يكبروا على العلم وعلى القيم وعلى الطاعة وكما عماد الدين. وكما عماد الدين تايا تعال 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 عكام، اعطوا له الهديه تاعو. تعال اعطوا لي الهديه تاعو. مزيه قلت لنا راك تشوف مليح. معليش يا الاولياء من فضلكم الاطفال خاصه الصغار تاع التحضيري وتاع الطور الاول ردوا بالكم عليهم. معليش معليش احبائي عباكم المره الجايه واش نديروا التكريمات هذه يكونوا في الاقسام، حنا نجيكم الاقسام احسن. معليش لازم تفهموا حاجه، هذه التكريمات هذه ماشي معناتها بلي نتوما ماناش حابين نكرموكم، بالعكس حنا اخترنا عينه فقط، عينه فقط باش نحفزوا الاطفال باش يقراوا مليح فقط، هذا هو النيه نتاعنا. لازم رساله عمو يزيد مع شركه شيبس مهبول توصلكم يا احبائي، هو اننا احنا ندعموا الاطفال اللي يقراوا مليح وماذا بينا تقراوا مليح، ماشي معناتها ما نحبوكمش وماشي معناتها انتم ما تقراوش مليح، بالعكس خدينا عينه ماذا بينا تساعدونا باش نكرموا هاد الاطفال. اذا اعطونا تحيه ولولوين من فضلكم ينسى على ولادنا، ربي يوفقهم ان شاء الله، واعطونا اغنيه تاع مبروك النجاح عليكم. هاد الاغنيه دارها عمو يزيد خصيصا للناجحين، بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب ينال. يلا بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب ينال. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسان والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسان والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. نجاحكم هو الاساس لعقوبة الشهادة اخرى، لعقوبة الشهادة اخرى، بكالوريا وزد لي صاص وان شاء الله تاني دكتورة، وان شاء الله تاني دكتورة. نجاحكم هو الاساس لعقوبة الشهادة اخرى، لعقوبة
عن شهادة أخرى. بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة. وإن شاء الله تاني دكتورة. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال. سهرت ليالي طوال. وفقكم ربي ونجحت ويا كلي تعبي نال. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال. وسهرت ليالي طوال. وفقكم ربي ونجحت ويا كلي تعبي نال. يا كلي تعبي نال. شكرا. اعطونا الاولوي لينسى. وتحيه تحيه تحيه لاولادنا. اذا شكرا شكرا احبائي. التحقوا بالاولياء تاعكم. برافو. جدتي انت سر بسمتي. جده هذه تحبيها؟ جدتي انت سر بسمتي. عمو يزيد يغني على كل شيء تحبوه يا اطفال. على بالكم باللي الجدة عندها مكانة مميزة في العائلة. نقول فيها: برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. ما سمعتش وش قلتي لي؟ قولي لي بنتي. الهدايا وش بهم؟ حبيتوا الهدايا؟ خلاص نطرح عليكم سؤال. يلا كيل كاين الهدايا. شيبس شركة شيبس مهبول فكرت فيكم ودرت لكم هدايا للأسئلة، ولكن عمو يزيد هو اللي صعب واللي سهل الأسئلة. واش تحبوا؟ سهلها؟ يلا نسهلها. سهلها سهلها. في الرياضيات؟ لا لا أو لا لا. لغة؟ معلش نقعدوا ثقافة عامة. نقعدوا ثقافة عامة. نقعدوا ثقافة عامة. ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية في الجزائر؟ كاين ولاية في الجزائر، كاين 48 ولاية، كاين ولاية السكان اللي فيها هما الأقل في الجزائر. شكون اللي يعرفها؟ يلا سهل سؤال سهل. يلا شوفي الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. ما هي الولاية أقل كثافة سكانية؟ تمنراست. لا لا ماشي تمنراست. لا لا ماشي تمنراست. شوفوا الشاطر هذا. واسمك؟ فوزي. فوزي شحال في عمرك فوزي؟ 14 اليوم؟ سنة. 14 سنة. الميكرو 14 سنة. 14 سنة. الله يبارك. تقرا مليح فوزي؟ إيه سير. الله يبارك الله يبارك. ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية؟ أدرار. لا 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 لا. شوفوا الشاطر هذا. واسمك وليدي؟ سيد علي. سيد علي شحال في عمرك سيد علي؟ 11 سنة. 11 سنة. ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية في الجزائر؟ الصحراء. الصحراء. الصحراء ولاية؟ ولاية ولاية من 48. شوفوا الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ آية. آية شحال في عمرك آية؟ 12. 12 اليوم؟ 12 سنة. 12 سنة الله يبارك. واسمها الولاية؟ تندوف. تندوف. تعالي بنتي تعالي تعالي. برافو برافو أحبائي. خلاص كاين سؤال واحد آخر ومش بعيد بزاف على تندوف. كاين سؤال واحد اخر ونبداو بك انت الاول باش ما تزعفش. هاي اذا احبائي، الولايه الاقل كثافه سكانيه في الجزائر هي ولايه تندوف. ولايه تندوف يا اخي. كاين سؤال اخر ولكن بعد الاغنيه تاع جدتي. تعالي تعالي وراه اللي جاوبت على السؤال الشاطرة. تعالي واش راكي آية؟ أه؟ راكي مليحة؟ لاباس الحمد لله. تقراي مليح بنتي؟ شحال جبتي معدل؟ 12. الله يبارك. عمو يزيد والأولياء تاعكم يحبوكم تقراو مليح باش تنجحوا يا أحبائي، لأنه
العلم، العلم هو سر النجاح. إذن ما هي الولاية الأكثر الأقل كثافة سكانية في الجزائر؟ تندوف. ولاية تندوف. والولاية الأكثر كثافة سكانية تعرفيها؟ عنابة. بشي عنابة؟ قولي نشوف. الجزائر. الجزائر. هل عندكم شك على السيركيلاسيون اللي كاينة؟ عندكم شك بين الجزائر، بين الجزائر يا أحبائي، لأنها الأكثر كثافة سكانية. أعطيني الهدية آية. إذن آية بنتي تفضلي، شيبس مهبول وعمو يزيد. شيبس مهبول راعي هذا البرنامج وراعي هذا الحفل، هو اللي هدى لكم هذا الحفل الجميل، يعطيك هذه الهدية تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي، تقدري تقعدي معنا، شوفوا لها مكان. إذن نغنوا جدتي ومن بعد نطرح عليكم السؤال. شكون اللي قتلوا جاوب الأولاني؟ وين راه؟ هذا جد. برافو راك واجد. سؤال ماشي بعيد بزاف على تندوف وعلى الصحراء وعلى كامل، سؤال مهم. يلا جدتي انت سر بسمتي، كامل تغنوا معايا. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي. لا يفنى وفي حضنك انا كم اهنى، احبك حبا لا يفنى وفي حضنك انا كم اهنى، خذي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي، خذي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي. We'll be right back.
أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا ساقي وفرحتي. شكرا شكرا جدتي أنت سر بسمتي. شوفوا الطفل وش يقول جدته، خذي من عمري لتحيي لنا، بوركتي يا جدتي. إذن حب الجدة لا يعوض يا أحبائي. السؤال يقول في الجزائر كاين ثلاثة ولايات لما نجمعوا المساحة نتاعهم في ثلاثة، هاد الولايات تشغل نصف الجزائر، تشغل ما يقارب نصف الجزائر. كاين ثلاث ولايات لما نجمعوا المساحة نتاعهم راح ينصبوا ما يقارب نصف مساحة الجزائر. يلا نبدأ بصديقنا. يلا، واسمك؟ ياسين. شحال في عمرك ياسين؟ 10 سنين. شاطر في الدراسة؟ شوية. هادي شوية ما نحبش كاع نسمعها. قول لي بزاف يا أخي. المرة الجاية راح نسقسيك تقول لي خلاص أنا نقرا مليح يا أخي وليدي. جميل جميل، ربي يوفقك إن شاء الله وليدي. واش هما هاد الولايات؟ زيد ثلاثة. ثلث ولايات هما الراسد. أدرار. قلتها أدرار. أدرار. تمرست قلتها تاني. جميل، تخصك واحدة. بندور. لا يلا أعطيله. إليزي. فوالا، تعال نسمحوا له، نعطوا له الهدية. لا انتما قلتوا له، وعلاش قلتوا له؟ كنتوا ما تقولولوش. معليش سلكتو. خلاص، إذن ياسين راح يعودنا ثلاث ولايات الكبيرة في الجزائر اللي كي نجمعوها المساحة تاعها تعادل ما يقارب نصف مساحة الجزائر. قولهم لنا. إليزي، أدرار، تمن راست. إليزي، أدرار، وتمن راست. برافو ياسين، برافو، أعطيه الهدية تاعو. إذن ياسين وليدي تفضل. أعطوا تحية لياسين. برافو. إذن ياسين شمس مهبول، راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل اللي هدى لكم هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. نعم. شكرا وليدي، تفضل. إذن سؤال آخر، عدد ولايات الجزائر. لا، السؤال أصعب. هي 48 ولاية، ولكن في أي سنة صبحت 48 ولاية؟ وشحال كانت قبل ما تكون 48؟ في أي سنة صبحت في الجزائر 48 ولاية؟ وفي أي سنة وشحال كانت قبل ما تكون 48؟ شوفوا الشاطرة هذه، شوفي الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ رانيا. واسمك؟ رانيا. الله يبارك. شحال في عمرك رانيا؟ 14. شحال؟ 14 اليوم؟ سنة. شحال كانت من ولاية قبل ما تكون 48، وفي أي سنة صبحت 48؟ 27. لا، ماشي 27. شكون يعرف؟ شوف الشاطر هذاك الاول هيك. واسمك؟ نزيم. شحال في عمرك نزيم؟ 14 سنة. شحال كانت من ولاية قبل ما تولي 48؟ 37. لا احبائي، لا. يلا نعطي لكم انانديس. كي كانت الولايات
قبل ما تكون 48 وهران كانت آخر ولاية. وهران يا صديقي وهران كيفاش 38؟ وهران شوفوا الشاطرة هذه. واسمك؟ عزاز مروة. مروة الله يبارك. شحال في عمرك مروة؟ 14 سنة. شحال كانت من ولاية؟ 31 ولاية أحبائي. ولكن السؤال مازال، في أي سنة صبحت الولايات؟ 48. وقتاش مروة؟ لا لا أعطيني الميكرو. واسمك؟ إسراء. واسمك؟ إسراء. إسراء الله يبارك. شحال في عمرك إسراء؟ 12 سنة. شحال؟ 12 سنة. في أي سنة صبحت 48 ولاية؟ 1987. شحال؟ 1987. لا 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 يلا 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 أي سنة؟ بو معلش تعالي بنتي، تعالي تعالي أرواحي، خلوها تجوز من هيك. أحبائي 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 تعالي تعالي، أعطي الميكرو، أعطي الميكرو لصديقتنا لهيك الشابة هذيك اللي رفدها باباها لهيك. واسمك بنتي؟ آية. آية شحال في عمرك آية؟ 7 سنوات. تقراي مليح؟ شحال جبتي معدل؟ 34. واو بابا فرحان بك بابا. الله يبارك. في أي سنة ولاو الولايات 48 ولاية؟ 84. وش هي بصح 84؟ سنة 1984. برافو تعالي 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 سنة 1984. تعالي بنتي تعالي تعالي. أنت يا قلتي لنا شحال كانت من ولاية قبل ما ترجع 48؟ 31 ولاية. 31 ولاية. أعطيه الهدية تاعها. يلا جيبوا لنا الشابة هذيك اللي قالت لنا السنة. برافو تعالي بنتي، زيدوا الهدية تاع الشابة هذي أرواحي. واسمك؟ آية. آية شحال في عمرك؟ 7 سنوات. شاطرة باينة شاطرة. في أي سنة صبحوا 48؟ 1984. برافو 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 برافو. إذن أحبائي أعطوني الهدايا تاعهم أم هنا. إذن مروة الشاطرة، آية مروة الشاطرة وآية الشاطرة. إذن شيبس مهبول راعي هذا البرنامج وراعي هذا الحفل الجميل، يعطيكم هذه الهدايا تستفادوا بهم إن شاء الله. شكرا شكرا. العفو العفو، تقدروا تقعدوا معنا، ديروا لهم مكان جميل. يلا حبيتوا الأسئلة تاني؟ يلا سؤال آخر قبل ما تكون 31 ولاية، شحال واعرة هذه واعرة شوية. في أي سنة صبحت 31 ولاية؟ في أي سنة صبحت 31 ولاية؟ وشحال كانت من ولاية من قبل في الجزائر؟ شكون يقدر يقولي شحال كانت من ولاية قبل ما تكون 31؟ وفي أي سنة صبحت في الجزائر 31 ولاية؟ يلا أعطي الميكرو، أعطي الميكرو لمن؟ شكون يعرف؟ أعطي للشباب هذا، أعطي له. واسمك؟ بونجاو. واسمك؟ عامر. عامر الله يبارك عامر. شحال في عمرك عامر؟ 14. 14؟ طويشي شوية في القسم ولا؟ طويشي عامر ولا لا لا؟ طويشي؟ لا لا عاقل لا مال. ربي يوفقك وليدي ربي يوفقك. في أي سنة صبحت في الجزائر 31 ولاية؟ 1984. لا لا هذيك صبحت فيها 48 ولاية. في قبل قبل منها شوية. 1905. معليش كاين واحد الأغنية، فكروا فكروا كم من ولاية كانت قبل ما تكون 31 وفي أي سنة صبحت 31. احنا من تما نغنوا أغنية الاحترام. هذه الأغنية هي عبارة عن حوار، الطفل يسقسي باباه
يقول يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. والبابات يجاوبوا لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. أي صفحة الاحترام؟ الاحترام 9، صفحة 9. تغنوا كامل معايا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا شكرا. حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي، إذن في أي سنة في أي سنة كان عدد الولايات قبل ما يكون 31؟ شكون اللي يعرف؟ يلا شوفوا أصدقائنا، يلا يلا نشوفوا مع الشاطرين هادو. شكون اللي يعرف؟ تعرف؟ أعطي له الميكرو. يلا يلا، احنا نحبوا الأطفال الشاطرين. شوفي الشاطر هذا، واسمك وليدي؟ أيمن. شحال في عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات. شحال كان عدد الولايات قبل ما يكون 31؟ في أي سنة ولا 31؟ 19. لا 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 لا. شوفي الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ حنان بن عبد. واسمك؟ حنان. حنان، الله يبارك بنتي. شحال في عمرك؟ 11 سنة. في أي سنة أصبحوا 31 ولاية؟ 1930. لا لا، بعد الاستقلال. أنا أعطيت لكم اللي جاوب على الشطر واحد نعطيه هدية. يلا واحدة
إما السنة إما عدد الولايات. يلا واسمك؟ رؤية. رؤية شحال في عمرك رؤية؟ 9 سنوات. شحال؟ 9 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. أي سنة؟ 1974. وشحال كانوا من ولاية قبل 31؟ 26. لا لا ولكن السنة صحيحة. تعالي السنة صحيحة. تعالي أروح. السنة صحيحة 1974 يا أحبائي. شوفي الشاطرة هذه بالك تقولنا شحال كانوا من ولاية. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة شحال في عمرك خديجة؟ 10. 10 أيام؟ 10 سنين. 10 سنين الله يبارك. شحال كانوا من ولاية قبل ما يكونوا 31؟ 15. شحال؟ 15. شحال؟ 15. سمعتش مليح؟ 15. ما سمعتش؟ 15. شحال؟ واش قلت؟ شحال؟ 15. شحال؟ ما لا شفاو عليها. كانوا 15. تعالي 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 تعالي. راكم فرحانين؟ نعم. ايه اروحوا منا. تعالوا تعالوا عاودي ذكريهم باسمك. اروحي من هذوك. اذا بنتي واسمك؟ رؤيا. رؤيا شحال كانوا من ولايه في أي سنة صبحت في الجزائر 31 ولاية؟ 15 ولاية 1974. أنت قولي غير الولاية. شحال كان في الجزائر من ولاية قبل ما يكونوا 31؟ 15. 15 ولاية. في أي سنة أصبح في الجزائر 31 ولاية؟ 1974. 1974 برافو. تصفيق عليهم تصفيق عليهم تصفيق عليهم. أعطيه الهدايا تاعهم. إذن شيبس مهبول راعي هذا الحفل وراعي هذا البرنامج يعطيكم هذه الهدية. هي عبارة عن لعبة اجتماعية. سان جو سوسيال تلعبوه مع بعض يا أخي. وتقدروا مام تعرضوا مام الأصدقاء والعائلة يلعبوا معكم. تفضلوا. إذن شكرا شكرا شكرا. شاطرين شاطرين شاطرين. أحبائي أنا جبت لكم معايا اليوم مفاجأة. هذه المفاجأة هي ألعاب الخفة. تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن جبت لكم معايا عمو مراد اللي جانا بألعاب الخفة. يتفضل عمو مراد في ألعاب الخفة. أعطونا تصفيق عليه تصفيق عليه.
لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد ونقول له شكرا لك. نشكر عمو يزيد نشكر عمو يزيد لك تنطعنا هذا الاستوديو، عجبني الحال ونشكر على هذه المسابقات والالعاب. شكرا عمو يزيد على هذه الحفله. نشكر عمو يزيد اللي جانا من برتوتا وعلى شيبس مهبول بزاف. نشكر عمو يزيد وشركه شيبس مهبول على الحفل الرائع. حب عمو يزيد، عمو يزيد حبك. شكرا عمو يزيد. نشكر عمو يزيد بزاف كي جالينا، ان شاء الله يولي لينا. نشكر عمو يزيد كي جالينا ودار لنا الحفله وجات الحفله شابه، وان شاء الله يزيد يولي لينا ويفرحنا. نشكر عمو يزيد بزاف وان شاء الله يولي لينا ويفرحنا كما فرحنا في هذه الحفله، وان شاء الله بهدايا ودخلين شابين. نشكر عمو يزيد بزاف خاطرش فرحنا، وان شاء الله العام الجاي يزيد يفرحنا. نشكر عمو يزيد بزاف وان شاء الله يعاود يولي لنا. شكرا لعمو يزيد اللي دار لنا هذه الغنيه وان شاء الله يعاود يولي لنا. عجبني بزاف عمو يزيد وفرحني وصحة. نشكر عمو يزيد اللي جا فرح الدراري هادو كاع اللي جاو، وان شاء الله هذا لو سبيكتاكل هذا يتعاود بزاف باش يفرح الدراري، وان شاء الله يزور كاع ديك الولايه. أنا أحب عمو يزيد. أنا أحبك عمو يزيد.